على ضفاف خليج البحرين انطلقت النسخة الثانية من مهرجان الطعام بمشاركة أكثر من 50 مطعما ومقهى بأطباق امتدت إلى الشرق أوسطية والغربية والآسيوية وغيرها. لا والله حلو المكان والبحر والفيو طيب ما شاء الله والمطاعم وايد. والله الفيو هذا وايد ابهرني صراحة، يعني ما شاء الله، يعني شيء واضح ان البحر قاعد تقدم في هالشغلات، وان شاء الله نتمنى لها التقدم في شتى المجالات الاخرى ان شاء الله. والله الاجواء واجد ممتعة وجميلة، وصراحة اول مرة تشوف هالاجواء والجمال في هالبحرين، يعني كأنه مكان خارج البحرين شو ما يتصور، يعني خارج عن التوقع. ابداع ابداع. شنو اكثر شيء عجبك؟ والله صراحة الجو شوي بارد، انا ما توقعت شيء، بس انه مكان يعني حلو حق تغيير جو واستجمام وتطلع شوي من الاكتئاب وهالسوالف انك تجي هنا. وصاحب المهرجان عددا من الفعاليات الموسيقية وسط حضور جماهيري واسع من المواطنين والمقيمين وحتى زوار المملكة. ما شاء الله، يعني اللي هو الزحمة يعني ما توقعت ان المهرجان يكون زحمة، والتنظيم بالعكس شيء جميل، يعني مكان حلو حق ترفيه وغيرون جو وحق السياح بعد شيء زين يعني. ويقام المهرجان ايضا في منطقة العدلية والكابيتال كلب، ويستمر لمدة 10 ايام. لجريدة الايام عبد الله الهامي.